البعض على سبيل التناقض من العفو المستقبلي طبعا ضمنا إذا نجح في انتخابات الرئاسة عن سجناء الرأي حسب ما عبر بقوله، وفي نفس الوقت استمراره في مقاومة الإرهاب ربما يحدث لبس عند البعض ويرى أنه في هذا تناقض. طيب خليني الاول اعلق، انا سمعت مداخله الاستاذ الفاضل قبليه. الماده 155 في الدستور المصري، هو قال ان ما فيش حاجه في الدستور الجديد ده الدستور 71. لا، انا اقول بقى ان الماده 155 حضرتك ترجعوا ليها، اوكي، نص الماده للآتي: رئيس الجمهوريه بعد اخذ راي مجلس الوزراء العفو عن العقوبه او تخفيف. نعم، اوكي، ادي ده نص الماده. يعني هنا حمدين لم يخالف في كلامه، دي أول مبدأ، يعني دي أول حاجة، إن أنا عندي المادة 155 من الدستور المصري المستفتى عليه في 14 و15 يناير 2014 بيقول نصه إن من حق رئيس الجمهورية أن يعفو أو يخفف العقوبة بعد أخذ رأي مجلس الوزراء المصري، ومفيش عقوبة كاملة إلا بإصدار قانون من البرلمان، لكن له صلاحية بالمشاركة مع مجلس الوزراء. يبقى هنا ما تحدث عنه حمدين هو متفق كاملة مع نص الدستور بس المصري. ده ممكن يفسر على أنه نوع من أنواع التناقض يا أستاذ أحمد مع فكرة الاستمرار في مقاومة الإرهاب والحفاظ على الجيش المصري اللي طبعا كان من حق المصريين أن هم يسمعوها من السيد حمدين صباحي ومن حقه أنه هو يقولها طبعا. طب خليني بقى أكمل. أن في فرق ما بين الإرهاب واللي رفع سلاح وقتل، ده يعاقب، سواء إذا أنا بواجهه بيواجهني بالسلاح فمن حق الجندي أن هو يضرب عليه نار، ده من حقه، أوكي، ومن حقه ان انا اقدمه المواجهه ولا اعفو عن الدماء المصريين، لا احد يمتلك سلطه العفو عن دماء المصريين نهائي اللي قتل، لكن في فرق بين واحد نزل مظاهره فتم القبض عليه من غير ما يقتل، من غير ما يخرب، لمجرد ان هو نازل يقول انا ضد الماده في المحكمه العسكريه مثلا. ايه ده اللي حصل؟ اللجنه شغاله بتناقش ماده في الدستور، الناس نازله بتقول انا ضد هذه الماده، تم القبض عليه. ده فرق بين دوت وبين اللي قتل. هنا فرق جدا. وصلت الفكره ديت، وطبعا احنا سعداء بوجود حضرتك معانا عبر الهاتف، وان شاء الله يعني هي الحمله دعائيه لسه في بدايتها، وان شاء الله يكون لنا اتصالات مع حضرتك مره ثانيه اكيد. بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخله الاستاذ احمد كامل مسؤول الاتصال السياسي بحمله السيد حمدين صباح. وبعيدا عن السباق الرئاسي، الكنائس ترفض ربط المعونة العسكرية بحماية الأقباط. هاجمت الكنائس توصية تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بربط تقديم المعونة العسكرية لمصر بحماية الأقباط والأقليات. وقال الأب رفيق جريش مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية إن المسيحيين في مصر ليسوا منتظرين أي حماية من الخارج، مضيفا: أين كان الأصدقاء على حد قولي حينما أردنا منهم التحرك ولم يتحركوا؟ أين كانوا يوم 14 أغسطس وكنائسنا تدمر على يد الأخوان؟ للمزيد من المتابعة معنا الدكتور نبيل جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. دكتور نجيب بعد التحية، الكنائس ترفض ربط المعونة العسكرية بحماية الأقباط، هذه تصريحات يعني جاءت في وقتها زي ما بنقول، تعليق حضرتك على هذا التصريح. ليست هذه تلك المرة الأولى التي نرفض فيها تصريحات الخارجية الأمريكية. الإدارة الأمريكية وتصريحاتها هي مجرد بس يعني بروبوغندا على زعم أنها حماية الأقليات. نحن لسنا أقليات ونرفض تماما أي معونة أو أي حماية من أي نوع من أمريكا. تتشدق أمريكا اليوم لحماية المسيحيين أو الأقليات، هذا مرفوض تماما. نحن كنيسة وطنية وشعب وطني، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل. أين كانت أمريكا حينما هدمت 102 كنيسة بجانب الإخوان؟ يعني حينما تتكلم أمريكا اليوم عن أن هناك انتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة للأقليات، نقول لأمريكا أنت أكبر دولة داعمة للإرهاب، أنت أكبر دولة داعمة للتنظيم الدولي للإخوان. يعني أين كانت أمريكا حينما تم قتل المسيحيين في الصعيد وشق كاهن صدر كاهن قبطي في العريش، وأيضا يعني استباحة دماء المصريين أقباط ومسلمين؟ فالحقيقة يعني نحن مع يعني اتجاهات أو قيادات الكنيسة حينما صرحت نحن لا نقبل، لم ولن نقبل أي مساعدة أو أي تصريح. هذه تصريحاتهم مرفوضة، هذه هي يعني مناورات سياسية. نعم، بالفعل يا دكتور نجيب هذه هي ليست المرة الأولى بعد حركة الكنائس. كان هناك وفد من الكونغرس الأمريكي توجه إلى مصر بالفعل وقابل البابا تودروس الثاني. طيب خلينا نتكلم عن دور الذي يلعبه أقباط مصر في الخارج في هذه المرحلة وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية.
شوفي انا عايز اقول حاجه مهمه كمان، ان قناه البابا تودروس يعني ليس الان، وانما حتى يعني قبيل الثوره حينما جاءت السفيره باترسون وقابلته ونصحت او اعطت رساله لا يخرج الاقباط الى المظاهرات 36، قال لها قولتها المشهوره الاقباط احرار فيما يعني يتخذون من قرارات، وخرجت ان باترسون تقول تجر ازياء لخيبه العار. اما فيما يتعلق باقباط مصر في الخارج، يعني الحقيقه بيلعبوا دور قوي جدا جدا في بيان وتفهيم المجتمع الامريكي ودواء صنع القرار سواء في الكونجرس او الاداره الامريكيه، ان الاخوان هم يعني ياتون من افعال ارهابيه ضد الكنائس وحرق الكنائس وضد الاقباط، وايضا يغيروا الموقف تماما وضد المصريين العزل ايضا، يعني ليس فقط الاقباط من هم لا هم بيتشدقوا بحمايه الاقليات وحمايه الكنائس. نحن بالكمله يا سيدتي نرفض اي رساله من امريكا، اي تقرير من امريكا، اي حمايه من امريكا. الكنيسه المصريه هي كنيسه وطنيه على مر العصور رفضت المستعمر، واقباط مصر بمسلميها واقباطها هم دائما نبض هذا الوطن وحمايه هذا الوطن وقوه هذا الوطن. اكيد يا دكتور نجيب وصور الان وصل دكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، شكرا جزيلا على هذه المتابعه من حضرتك. بعد موجز الانباء هنرجع لحضراتكم ان شاء الله بوقفتنا الحواريه المفصله، موجز الانباء مع زميلتنا دينا ابراهيم. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. كان للسيد الرئيس المستشار عدلي منصور بمناسبة عيد العمال خطاب كان فيه جملة تتعلق بأنه لن يتم بيع شركات قطاع الأعمال العام بأبخس الأسمان، وربما أسيء فهم هذه الجملة أو فسرت على نحو خاطئ. هيكون معنا محاولة لقراءة جديدة لهذه العبارة، وهل هو مستقبل الدولة بالفعل الاتجاه لمزيد من الخصخصة مثلا مع تلافي أخطاء الخصخصة السابقة لثورة يناير، أم أنه هذه الجملة ربما لا تحمل أكثر من معناها المطلق وأنه ما فيش توجه لبيع شركات قطاع الأعمال الجديدة. على كل حال هيكون معنا محاولة أخرى للقراءة أفضل لمستقبل قطاع الأعمال العام في مصر مع ضيوفنا الكرام في برنامج من القاهرة الأستاذ مجدي شربية أمين عام حزب التجمع. أهلا بك أستاذ مجدي. والمهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر والبرلماني السابق، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بحضراتكم. برحب بحضراتكم، والحقيقة في العديد من النقاط حول هذا الموضوع سنطرحها، ولكن دعونا نتابع في بدء الأمر هذا التقرير ونبدأ معكم هذا الحوار. ما بين مؤيد ومعارض سدى انقسام بين الأحزاب السياسية حول تصريح الرئيس عدلي منصور الذي أدلى به خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، والذي قال فيه إنه لا بيع للقطاع العام بثمن بخس. بعض الأحزاب المؤيدة لتصريحات الرئيس ترى أنه لا ضرر من بيع شركات القطاع الخاسرة، لكن مع ضمان حقوق العمال وسيطرة الدولة على الأسعار، واعتبروا أن حديث الرئيس عن أنه لا بيع للقطاع العام بثمن بخس هو أمر سليم، إذ لا يجب أن تستمر الدولة في الخسائر. البعض الآخر رفض التصريحات بشكل قاطع، معتبرا أن القطاع العام جزء من ثروة الدولة ولا يجوز بيعه. ويتخوف البعض من أن تكون تصريحات الرئيس منصور هي إشارة بأن هناك توجها لبيع قطاع الأعمال، وهو توجه أبدى بعض الأحزاب رفضهم القاطع له، داعين إلى تجديد الشركات الخاسرة وتطويرها لتساهم في دعم قطاع الإنتاج وتوفير فرص العمل بشكل أوسع مما يوفره القطاع الخاص. واعتبرت بعض الأحزاب أن تصريحات الرئيس منصور لا تدل على توجه الدولة المستقبلي نحو بيع القطاع العام، معتبرين أن البت في هذا القرار يرجع إلى الرئيس المقبل. كان الرئيس منصور قد أكد أن مصر تحتاج في الفترة المقبلة إلى تجنب أخطاء الماضي لوقف أي خسائر قد يتكبدها قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه لا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس ودون رؤية واضحة.
ورحب بكم مرة أخرى. نبدأ معكم هذا الحوار. يعني أستاذ مجدي، أكثر من مرة رئيس الوزراء إبراهيم محلب قال أنه لن يتم بيع على الإطلاق شركات القطاع العام، ولكن لماذا ترك الرئيس عدلي منصور في كلمته الأخيرة بمناسبة عيد العمال الباب موارب فيما يخص، لما يعني ما نيجي نقول لن نبيعها بسعر بخس ولكن ممكن نبيعها بسعر معتدل أو عالي مجزي. فلماذا ترك المستشار رئيس عدلي منصور الباب موارب؟ يعني حضرتك كيف رؤية حضرتك لهذا الأمر؟ يعني أولا مساء الخير على مشاهدينك الكرام. لكن المستشار عدلي منصور من يوم ما تولى رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت طول المرحلة الانتقالية حتى 27 مايو أو لغاية إعلان النتيجة اللي أرجو ما تكونش في 5 يونيو، لازم يشوفوا تاريخ تاني غير 5 يونيو ده لأن التاريخ هزيمة 67 توصل طبعا بس هو اتمسح التاريخ ده ب 6 أكتوبر الحمد لله ما فيهاش كلام، لكن أرجو إنه يعلنوا النتيجة في يوم بعيد عن هذا اليوم السيء. يعني فلغاية هو بيوزن كلامه بميزان من الدهر، نعم، لكنه فلتت منه هذه العبارة في عيد العمال 1 مايو إن لن نبيع القطاع العام. احنا مستضيفين حضراتكم علشان نعرف، هل فلتت فعلا ولا هل ده توجه؟ ما انا بقول فلتت هذه العبارة فيما يتعلق بكلامه اللي موزون بالميزان. اذا كانت فلتت فيجب ان نردها، اذا كانت تعبر عن سياسة قادمة وهو رئيس مؤقت كان يترك هذا للبرلمان الجديد ولرئيس الجمهورية الجديد. وانا اتذكر كلامه عن انه قانون الانتخابات البرلمانية سيتركه للرئيس الجديد، ثم شكل لجنة لوضع هذا القانون، ادها 15 يوم، فات منها أكثر من 10 أيام وهيدينا 15 يوم فقط لمناقشة هذا القانون. عفوا يا أستاذ مجدي، في تعارض بين كلام الرئيس المستشار عدلي منصور وكلام فيما يخص تلك النقطة زي ما أنا ذكرت في هذا السؤال إبراهيم محلب رئيس الوزراء. ما أنا مستغرب، يعني هو رئيس الوزراء كان المفروض هو المختص في مثل هذه الحاجات ومثل هذه الأشياء، لكن طلعت من عدلي منصور في يوم 1 مايو. هذه العبارة تنسف هذا الدستور من أساسه، المادة 37 المادة 34 من القانون من الدستور مادة واضحة وقاطعة ما فيهاش فيها لبس. الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون. الملكية العامة، القطاع العام، لا بسعر بخس ولا بسعر مجزي، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا في حزب التجمع نحافظ على القطاع العام كأحد قواعد أو الأساس الاقتصادي لكل ما يتعلق بعمليات التنمية. هو ده مفهوم إن هو جزء من توجه حزب التجمع. لا مش كده بس، هو أساس بناء التنمية في دول العالم الثالث. هي مسألة محتاجة مناقشة طويلة أكتر، وهنعرف بس سريعا برضو رأي المهندس معتز قبل ما نرجع نكمل مع حضرتك. اتفضل باشمهندس معتز. إذا حاولنا نربط ربط سريع ما بين يعني إعادة توجه الحكومة في مسألة الدعم وتصريحات المهندس إبراهيم محلب حول القطاع العام وما قاله المستشار عدلي منصور، في ضوء أنه كما لو أنه هذه الأمور بتمهد الطريق لمستقبل الرئيس المصري في حكم البلاد، إلى أي مدى حضرتك شايف أنه في رابط ما بين هذه الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أجد أي رابط من هذه الأمور لسببين. السبب الأولاني أن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة، تمام، وإن الرئيس الحالي هو رئيس مؤقت. من يقوم بتحديد سياسة الدولة هي الرئيس الشرعي القادم والبرلمان المنتخب. أما بالنسبة لموضوع بيع القطاع العام، طبعا بيع القطاع العام أو كلام زي كده ده يعني مش ممكن يتم في الفترة دي، تمام. لكن أرجع وأقول يا حضرتك، الفلسفة الاقتصادية العامة أو العمومية إن أنا ما بيع أصول من عندي زي ما كان بيحصل قبل كده، ده مش إضافة للناتج العام لأن ما بيزودش الناتج العام بتاعي. المفروض إن أنا أعمل مشاريع استثمارية جديدة عن طريق القطاع الخاص. يعني عايز أشجع القطاع الخاص، إحنا في الحزب على فكرة توجهنا للبالي وليس توجهنا للشغل، لكن إحنا ضد إن أنا أجي أضحك على الشعب وأجي بقول له بزود لك الناتج القومي بتاعي وببيع أصول في البلد. تزويد الناتج القومي ده يتم